بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا عندنا. النهارده هنعمل فتت كفته بالطحينه بريحه الفحم، وهنعمل كمان الحاجه الحلوه لوز مملح بالشوكولاته، وهنعمل قطايف بالكريم تشيز، وكمان الكولد كاتس مختلفه كده كوكتيل روز بيف وتركي. نشوف المكونات بعد لما نرجع من الفاصل، خليكم معايا. رجعنا بعد الفاصل، هنشوف بقى فتة الكفتة بالطحينة بريحة الفحم عبارة عن ايه. عبارة عن رز ابيض عادي خالص، وبطاطس شرايح بطاطس محمرة، وكمان لسان عصفور، توم، كمون، طحينة، زبادي، كفتة متبلة بتتبيلة المشويات، يعني بالبهارات اللي بنحطها عشان نشوي الكفتة دي، موجودة في اي سوبر ماركت، وكمان فحم او ولسان عصفور. اول حاجه هعملها ان انا هحط الزيت كده هنا عشان لسان العصفور، وهنحط هنا معلقه زيت برضو كبيره عشان الكفته. هحط كده لسان العصفور، وهبتدي ارص الكفته. مش احسن ان احنا نتبلها ونصبحها ونحطها في الثلاجه؟ بتريح كده وبتبقى اطعم بكتير. ممكن نحطها في الفرن لو عندنا وقت ونسيبها لحد ما تستوي. نقلب لسان العصفور بس ونسيبه لحد ما يتحمر ويبقى لونه ذهبي. وممكن نعمله على طول مع الرز، يعني مش لازم نعمل ده لوحده وده لوحده، ممكن نعمل الاثنين مع بعض. ممكن نعمل دلوقتي صوص الطحينة اللي هو عبارة عن زبادي، وهحط معاه معلقه ثوم مع خل، وهقلبه كده كويس قوي، وبعدين الكمون، كمون مع الزبادي يعني عامل ريحه حلوه جدا. انا اقلب دي بس عشان ايه، فجاه اصلها بتتحمر وممكن تتحرق فجاه، فنقلبها كده كل شويه. نحط بقى الطحينه، صوص الطحينه بالزبادي ده طعمه جميل جدا وبيليق على اكلات كتير قوي. الطحينه بس ساعات بتبقى تقيله شويه، فالزبادي بيخففها شويه. نقلب كده كويس قوي، وبعدين هحط فلفل اسود مع رشه ملح واقلب. وممكن ميه حبه صغننين قوي.
حسينا انها لسه تقيله نزود ميه، بس بلاش نطلق ميه كتير من الاول عشان هتبقى صايصه كده معانا. بس كده هي جاهزه. هجيب طبق الفته ممكن بقى احط لسان العصفور حبه ميه صغنانين عشان اضمن بس ان هو استوى. بس هسيبه بقى لحد ما يستوي. ابتدي بقى احط الرز. وافرده كده كويس قوي. وزي ما قلت لما نيجي نعمل فتة مش لازم نحط رز كتير بطاطس كتير، لا من كل حاجة حبة صغيرين ونفردها عشان لما نيجي ناكل الحاجة ما نحسش ان احنا واكلين حاجة تخينة كده فنحس انها تقيلة قوي. ابتدي احط كده من الصوص. حط شوية مية كمان عشان بس اتأكد انها استوت كويس. بس ايه رأيكم بقى نطلع فاصل يكون لسان العصفور اتاكدنا ان هو استوى والكفته كمان اتشوحت، ونرجع نطبق الفته ونعمل القطايف وكمان اللوز بالشوكولاته. خليكم معايا. رجعنا تاني بعد الفاصل. لسان العصفور خلاص اهو استوى. هبتدي بقى احطه كده. طبعا من الوصفات الشيك جدا لو عندنا ضيوف ان احنا نقدمها، ومش لازم ضيوف يعني احنا كمان ممكن نعملها في البيت، بس طبعا ببورشن اقل على حسب كمية الافراد اللي هتاكل كده. هرص كده البطاطس. وهنحط تاني من الطحينة بالزبادي كده. هقلب كده الكفتة. بس ابتدي بقى دلوقتي اعمل القطايف اللي بالجبنة، عبارة عن كريم تشيز ولبنة ومايونيز وبابريكا وزعتر وزيتون وفلفل مخلل وتوم مفروم، وطبعا الكول كاتس اللي هما روز بيف وكمان تركي. هحط شوية كده من الخيار مع الزيتون، انا قعدت اقطعه في الفاصل. وكل ما نفرم الحاجه كل ما هتبقى احلى على فكره. نشيل كده الحاجات دي اللي احنا خلصناها، واحط بابريكا. لبنه. وجبنه. جبنه مطبوخه بالقشطه. ومعلقه مايونيز.
المايونيز بقى بيتقله واقلبه كده كويس قوي. وبعدين هحط كده شويه من هنا وشويه من هنا وهقلب. دي بقى تتحط في التلاجة وتبقى جاهزة. ومجهزين القطايف، انا عاملاها على شكل ودن قطة، واقوم حشياها بالشكل ده. دي بقى بتبقى لذيذة جدا في الفطار، في السحور، حتى في الفطار العادي لو احنا مش في رمضان. انا طبعا عامله شويه كده ومجهزاهم بالمنظر ده. تعالوا نشوف الكفته بقى. اهي خلاص الكفته قربت تستوي، هنسيبها كده دقيقتين عقبال ما نعمل الحاجه الحلوه بتاعتنا. عباره عن لوز مملح بالشوكولا، لوز، وطبعا يفضل ان احنا نجيبه بقشره ويبقى مملح، وشوكولا سايحه، وبوله ومصفى، وده ملح، وكمان بيبقى أحلى لو جبنا الملح اللي هو المخرز ده، مش الملح الخشن، في كده ملح ما بين الخشن والناعم. نحط كده معلقة ملح كبيرة ونقلب. عايزة أقول لكم طعمها حلو جداً. وفي شوكولاتات في السوبر ماركت الكبيرة بتتباع كده شوكولاتة بالملح. هنحط كده اللوز وهحط الشوكولاتة. وهفضل اصفيها خالص، هخليها كده. وبعدين هنحطها على ورق زبدة وهنفردها كل واحدة لوحدها بتطلع. وطبعا بعد كده بحطها في الفريزر وبشيلها بقى وبتطلع بالطريقة دي. طبعا بتبقى ظريفة جدا ان احنا نحطها في بولة ولما يجينا ضيوف نقدمها لهم، وبتبقى شكلها شيك جدا جدا جدا. وبرده بنحط عليها رشة كده من الملح في الاخر. عايزه اقول لكم دي بتبدع، غاليه جدا، فاحنا هنعملها وباقل التكاليف. الكفته خلاص كده، هبتدي بقى اعمل ايه، افتح الفحم اسخنه كويس قوي. افضل كده سايباه لحد ما يسخن كويس قوي وابتدي ارص الكفته. ونحط الصوص ده كده. بس هقفل عليها كده واحط زيت. وبسرعة كده اقفلها عشان الكفتة تاخد ريحة الفحم.
هحط الطحينة بس، واخر خطوة بقى هرش كده شوية بقدونس، ويبقى كده خلصنا النهاردة فتت الكفتة بالبطاطس والرز والسمن العصفور، وعملنا كمان لوز بالشوكولا والملح، وكمان عملنا قطايف بالجبنة والكولد كاتس. يا رب تكون الوصفات عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. باي باي.